تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير الحمد لله. والله اني احبكم في الله. حبكم الله الذي احببتنا فيه. طيب يا شيخ بسأل سؤال يا شيخ. نعم. دخلت المسجد اصلي الراتبه. ها؟ دخلت اصلي الراتبه. نعم. بعد انتهاء الراتبه رفعت يدي لادعي. نعم. هل هذا من البدع يا شيخ؟ ان اتخذه الانسان سنه الراتبه يعتقد انه سنه بعد النافله فهذا بدعة. نعم. اما اذا فعل ذلك احيانا فلا باس به. ايه. ولكن مع ذلك اشير على اخواني المسلمين اذا كانوا يريدون الدعاء. نعم. ان يدعوا قبل السلام. نعم. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ارشد الى هذا في قوله لما ذكر التشهد. نعم. قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه فيدعو به. وهذا ايضا هو المعقول. نعم. يعني الانسان ما دام في صلاه. نعم. فانه يناجي ربه عز وجل. نعم. فاذا انصرف من صلاته انقطعت المناجاه. نعم. وكونه يدعو. نعم. في حال يناجي فيها ربه. نعم. خير من كونه يدعو في حال لا يناجي فيها ربه. نعم. فهمت الجواب؟ اي جزاك الله خير يا شيخ. يعني الافضل ان يدعو قبل ان يسلم. قبل ان يسلم يا شيخ، بس ما اعتادها طبعا. نعم. ما أصير أعتادها يعني أن أرفع يدي أحسن ما تفعل مطلقا، لأن حتى لو مثلا رفعت يدك. نعم. من غير اعتياد. نعم. الذين يشاهدونك وهم لا يعرفونك ربما يظنون أنك دائما تفعل هذا الشيء. نعم. وربما إن كنت ممن يقتدى به أن يقتدوا بك. نعم. طيب يا شيخ، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن بعد الراتبة المغرب، بعد سنة في سنة المغرب البعدية أنه يقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله واحد يا شيخ؟ أي ورد في هذا الحديث. نعم صحيح يا شيخ، لا أعلم عن صحته لكنه ورد في حديث. طيب جزاكم الله خير يا شيخ، وجمعنا وإياكم في